احنا عندنا معظم الناس يا ريت اللي الدرس ده يسمع مره واثنين وثلاثه، علشان الكلام دوت انت هتحتاجه لما حد هيناقشك. النهارده احنا بنتكلم على جزئيه الطريقه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له طريقه، وكان في طريقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده اول سؤال. السؤال الثاني، ما احنا عندنا اذكار الصباح والمساء، وعندنا الاوراد الاذكار قصدي اللي بتجيب مليون حسنه ومليون حسنه و10 مليون حسنه ومليار حسنه. طيب الكلام ده جميل، انما الطريقه احنا ما نعرفش عنها حاجه. محدش يعرف عنها حاجه. صح. الحاجه الثانيه، الاذكار والصباح والمساء دي لكل المسلمين كويس، انما الطريقه محمد، انما الطريقه لناس مخصوص، طريقه لناس مخصوصه. ايه الموضوع عم عصام؟ الموضوع ان اصل سكة الوصول الى الله مخصص لها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. يعني سكة الوصول الى الله دي اهل البيت بس، لأهل بيت النبي بس. علوم الصالحين لأهل بيت النبي بس. مدارج الذكر والقرب والعبادة لأهل بيت النبي بس. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس حاجة وعلم أهل بيته حاجة تانية خالص. ليه؟ لأن طريقة الوصول إلى الله خاص بها أهل البيت بس، مش عمومية، ولا ينفعش تكون عمومية. تمام؟ هنقول ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله، وأنا خيركم لمين؟ لأهلي. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خير العالمين لأهله. فين؟ ايه هو الخير اللي ده لأهله؟ انت الأهل طرق الوصول إلى الله. علشان كده الطريقة امتدت من سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا علي بن أبي طالب امتد التصوف فيه لحد سيدنا الإمام الحسن، وبعدين الإمام الجنيد، وبعد كده كانت الطرق الصوفية للأشراف فقط، للأشراف، لأهل بيت النبي بس. بعدين الموضوع وسع وأصبح لمين؟ لمحبيهم كمان، المحبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين كلها أذكار الصباح والمساء، لما بنشوف كده، وكلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. يعني الكلام ده لما العبد يقف فين؟ لما عبد يقف فين؟ على الميزان. أهل بيت النبي مش هيقفوا على الميزان، ما لهمش ميزان، بس لازم ياخدوا المكان ده بالقوة وبالاجتهاد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قالوا له انك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انك ابطر، يعني مالكش ولد، ونزلت سورة انا اعطيناك الكوثر. قيل ما الكوثر يا رسول الله؟ قال هو نهر في الجنة تقف عليها ابنتي فاطمة وآل بيتي. يبقى آل البيت ابو فين؟ على النهر ده. يوم الحساب ده لعامة الناس، هو ده خير النبي لمين؟ لأهله. يرد الكافر يوم إذن لو يفتدي به بأبيه وأمه وبنيه ومن في الأرض يوجيه.
اهل بيت بره القطاع ده، قال بعيد عن القسط. فسكه طرق الوصول الى الله خاصه بها اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان الاول خدامينهم، وبعدين بقى محبيهم، وبعدين كل واحد عنده نزعة المراد القرب إلى الله دخلوه في القصة. عشان كده طرق الوصول إلى الله مش عمومية. عندك مثلا على سبيل المثال الحزب السيفي اللي انت بتقراه، الحزب السيفي ده اسمه الدعاء المبارك، يعرف من كبار الصالحين بين الدعاء المبارك. الدعاء المبارك ده جه ازاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم امر وإذ صرفنا لك نفر من الجن. اتفضل. لسه هقول بعد كده ماشي بالترتيب يعني. ليه حضرتك تحس بسيبها على طول؟ حاضر. انا قلت هدي مثلا. انا هديك مثلا قبل ما اكمل الجزئيه الثانيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي، يا سيدنا علي، يا علي، ها لقد اذنت لنشر الاسلام بين قبائل الجن. سيدنا علي بس. قد اذنت. فقال يا رسول الله البشر محاربهم بسيف وأن عارفهم وعارفوننا، فكيف لي محاربة الجن؟ في الليلة دي نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام بالحزب السيفي. طيب الحزب السيفي ده اتنقل منين؟ اتنقل من أول سيدنا علي بن أبي طالب لحد سيد مولانا الشيخ محمد عثمان عبده لحد يوم النفخ في الصور. اسمها وراثة أهل البيت. طب الحزب السيفي ده مين يعرف عنه؟ محدش يعرف عنه حاجة. مين سمع عنه؟ محدش سمع عنه حاجة. ليه؟ أصل دي خاصة مين؟ أهل البيت. فأنت لما هتيجي تتكلم على الـ على الـ على الـ ليه الطرق؟ لأن الطرق فيها قبالة. الطرق فيها سكة الوصول إلى الله، سكة الوصول إلى الله ورثها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ومحبيهم. علشان كده هتلاقي كل الأولياء الصالحين كلهم بالكامل، كل الأولياء الصالحين بالكامل منين؟ من أهل البيت. مفيش ولا مش من أهل البيت. مفيش عالم من العلماء اللي هم أقطاب التصوف وأقطاب الولاية اللي ما تلاقيه من أهل البيت. خارج نطاق اهل البيت مفيش. دي بقى اسمها ايه؟ الوراثه اللي هو ورثها النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لاهل بيته. طب انا مش اهل بيته. ما اداناش ده. ادانا الامور الايه؟ العاديه اللي هي التسابيح والاستغفار والتسبيحات اللي انت بتقرا عنهم دي. دي بقى تجميع حسنات. انما سكه اهل البيت سكه وصول ايه؟ إلى الله. سكة وصول إلى الله. طيب يبقى أنا علشان أوصل إلى الله لازم أمسك في حد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده ربنا لما قال في القرآن الكريم الرحمن فاسأل به خبيرة، ما قالش الرحمن فاسأل عنه خبيرة. لو قال الرحمن فاسأل عنه خبيرة يبقى تروح تسأل خبير وتعرف معلومات عن الرحمن. لكن لما يقول فاسأل به يعني توسل به، يعني خد الخطوة بتاعتك. ده الرحمن فاسأل به مش فاسأل عنه. يبقى عشان تعرف دي طب الخبير ده منين؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لحضرة النبي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة. أنا ومن إيه؟ اتبعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيتبعه؟ رقم واحد مين؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل بيته على صراط المستقيم. لذلك كل ما يتعلق
ده جزء اولاني، كل ما يتعلق بالاذكار والعبادات وطرق الوصول الى الله يخص بيها مين؟ اهل البيت. طب الناس اللي بره ما تعرفش الكلام ده. طب اللي يحب اهل البيت ومن احب قوم ايه؟ حشر معهم. يبقى انت مش من اهل البيت بس بتحبهم، دخلوك في السكه. بالظبط 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 بالظبط. ازاي؟ توسل النبي صلى الله عليه وسلم باهل بيته ارزاق. ده مش كده كمان، ده النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك توسل بمين؟ دخلوا مين؟ توسل بدخول مين؟ بدخول اصهاره. دخول ايه؟ اصهاره كمان. لذلك لما قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم بكى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني فلا انساب؟ نزل سيدنا جبريل يقول له ان الله يا رسول الله ان الله يقولك السلام ويقول لك ما يبكيك. قال يا جبريل فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. قال يا رسول الله الله يقول لك الا نسبك يا محمد والا سيرك. درس القصه. كل واحد نسبه ما يفعلش من الايام الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الى انتسابه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتسابه انتساب او انتساب بايه؟ بالمحبة. يبقى انت علشان خاطر الكلام ده ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بيته لو اعطاه لكل المسلمين يبقى ما فيش تميز. يبقى فين خيركم؟ خيركم لاهله وانا خيركم ايه؟ لاهلي. يبقى فتح ابواب سكة الوصول الى الله. ازاي؟ تعالى يا سيدي هنلت مثلا بسيط خالص. راجل فلاح او راجل حطام او راجل على قد حاله اكلته ايه؟ على قد حالها مش كده؟ ولاده لما يتولدوا بياكلوا منين؟ منين؟ من اكل ابوهم. لكن الملك ولاده ايه؟ امراء. ولاده امراء بياكلوا من اكل مين؟ من اكل الملك. يبقى حضرة النبي لما ياكل ولاده هياكلك انت ولا هياكل زي ما اكلوا من امه؟ محتاجه الموضوع. ابن الملك ملك، ابن الامير امير. ولاد حضرة النبي على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذرية النبي على قدر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم ميزوا كمان بكثرة الذكر والايه؟ والعبادة. طيب انت الناس كلها بتعمل الاذكار اسمه ايه؟ اسمه ذكر اللسان. كل ده اسمه ذكر اللسان. فقلت له طيب قول لي انت بتعمل اسحاب قد ايه؟ قال لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا تسابيح. عدت الايه؟ قلت له يعني مليار مثلا حسنة؟ 20 مليار حسنة مثلا؟ جميل. كل ده كان 20 مليار حسنة؟ 30 مليار حسنة؟ تعرف حاجة اسمها ذكر القلب؟ في مرتبة الإيمان؟ أي ناس ما تعرفهاش. الناس مرة ما تعرفهاش. يعني إيه ذكر القلب؟ يعرف يعني يسمع حاجة زي كده؟ ما يعرفش. لكن لما تعرف إن ذكر القلب دوت إنك تصل من اللسان إلى الإيمان، وإن ذرة واحدة من ذكر القلب تعادل مساقيل الجبال من أعمال الإيه؟ اللسان. يعني أنت لو قعدت قلت له لو المليار دول لو جبت شوية تراب قد كده هتعد فيهم كم حبة؟ قال لي ده هيعد كتير قوي. قلت له مع إنها كومة؟ قال لي قلت له إنما مرة واحدة بس من القلب بمساقيل الجبال. يبقى الذكر يبقى الكلام ده اللي بعمله كله في الفاضي. عشان كده انت لما بتخش سكة الوصول الى الله انت مش داخل طريق حسنات. طريق الوصول الى الله مش طريق حسنات. انما طريق ايه؟ طريق درجات. يبقى انت داخل الطريق عشان يكون لك درجة. درجة عند مين؟ عند ربك. درجة. مش حسنات. طب ما هي الاوراق من ضمن الاوراق ما هتاخد عليها حسنات بس مش دي قصه الحسنات. انما القصه قصه ايه؟ درجات. يرفع الله الذين امنوا منكم. ما؟ ولا
الذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. يبقى انت كسب دخولك الطريق عشان تقول لك درجة عند ربنا. اما اذكار الصباح والمساء عشان تاخد بقى ايه؟ حسنات. والحسنات من في الدرجات. الدرجات عند ربنا مقام يوم القيامة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر يرى أناس في أعالي الدرجات فيتساءلوا بما وصلوا إلى هذه المكانة، فقيل لهم وصلوها بذكر الله. فيقولوا إيه؟ ألم يكن ذكر الله سهلا بسيطا كنا فعلنا مثل فعلهم؟ يعني ما كناش اتعلمنا الذكر زيهم؟ الذكر والسلوك الى الله ملوش دعوه بالحسنات. يبقى انت لو عاوز، انت اذا انت عاوز يكون لك طريق الى الله، لو انت عايز لك درجه الى تصل بها الى الله، يبقى عليك بمين؟ بطريق الوصول الى الله. طب طرق الوصول الى الله مين قائم عليها؟ اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما هم دول اللي اتعلموا سكة الوصول الى الله، لان هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم طريق الوصول الى الله. لذلك انت ربنا سبحانه وتعالى امرك بالصلاة، ها؟ واقيموا الصلاة. لكن عارف الذكر قال ايه؟ قال في الذكر ايه؟ قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، واذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. أمر ولا مش أمر؟ أمر. لكنه على عامة الناس حسنات، على أهل الطريق إلى الله وصول. وأين دي درجة الوصول إلى الله؟ يبقى أنت لما توصل لربنا بذكر العبادة، وإيه؟ ولك خبير، بدون خبير فلا وصول الى الله. عشان كده قال الرحمن فاسال ايه به، خذ الوسيله بتاعك، خذ سكه الوصول ليها. طيب اي حد يعرف طرق الوصول الى الله لازمها، لازم تحصينات، ولازم اذكار محدده، شغل خبير. ولما يقول الرحمن ما قالش اسال، خد بالك، ما قالش اسال الرحمن فاسال به وليا، ولا الرحمن فاسال به عالما، لا، قال الرحمن فاسال به ايه؟ خبير. كرب سبحانه وتعالى في القران الكريم الالفاظ محدده، فاسال به خبيرا. يبقى لابد ان تكون خلف هذا الايه؟ الخبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع مين؟ مع الصادقين. الصادقين دول هم مين؟ اللي هم الخبراء، اللي هم الأولياء الصالحين، اللي هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تتكلم عن الطريقة، لا، الطريقة مش لازمة لكل الناس. الطريقة أصلا خاصة أهل البيت. للآخر. طريق خاص مين؟ أهل البيت. ثم من أحبهم، ثم من يريد الوصول إلى الله. يعني البوابة من باب الخير إيه؟ اتفتحت. إنما عامة المسلمين ما لهم غير التسبيح، وهو يعيش على الإسلام وقد يبعث على الإسلام، وقد، لانه ممكن ما يبعثش على الاسلام. انما سكه الوصول الى الله لا. ليه؟ بالظبط زي ما كنت طالب مجتهد، فلما دخلت الابتدائيه عديت الابتدائيه، وبعدين عديت الثانويه، وبعدين كنت في الجامعه وما عرفتش تكمل، بقى معاك ثانويه عامه. لو جيت في الثانوية ما عرفتش تكمل، بقى معاك إعدادية. لكن لو أنت في الابتدائية
ومعرفتش تكمل يبقى انت معرفش حاجة خالص. بالظبط زي اللي موجود في مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. اللي في مرتبة الإسلام ده عامل زي اللي بتاع الابتدائي اللي لو سقط يبقى معهوش حاجة خالص، هيروح لربنا أبيض، مفيش عليه أحمال لا يعلمها إلا الله، عليه ذنوب لا يعلمها إلا الله. إنما المجتهد في السير إلى الله لو هو مات على الإيمان يبقى مات إيه؟ يبقى مات مؤمن. لو مات على الإحسان يبقى مات في مراتب الإيه؟ الإحسان، مكتمل إيه؟ دينه. عشان لما ترجع للحديث بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، انما اخاكم جبريل جاي يعلمكم امور ايه؟ دينكم؟ الاسلام؟ قال صدقت الايمان؟ قال صدقت الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك ترفع ان لم تكن ترفع الا هو يراك. فدي سكه الوصول الى الله. سكه الوصول الى الله خاصه بها اهل البيت ومن احبهم ومن يريد ان يصل ايه؟ الى الله. يا إما بيحب أهل البيت يا إما يريد الوصول إلى الله. دي الطريق، طريق الوصول إلى الله. فأنت لما حد يكلمك على الطريقة هتقول له والله الطريق ده ليه مش هو ليه مش موجود، مش ما نعرفش عن الطرق دي الحديثة دي ما كانتش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قول له كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس دي خاصة أهل بيته، توارثها أهل بيته لحد يوم القيامة. انما عامة المسلمين لهم الحسنات، لهم التسبيح، لهم كلمتان خفيفتان على الميزان، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قول زي ما تقول. دي خاصة عامة المسلمين. اما خاصة اهل بيت النبي هي طرق الوصول الى الله. علشان كده لما اتجمع العلم كله جمع العلم عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل من قائم على العلم سيدنا علي بن ابي طالب، قال انا ما يجيب علمه عليهم بقوا سيدنا علي في العلم، قول زي ما تقول. طب اشمعنى سيدنا علي العلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال نحن معشر الانبياء لا ورث ايه؟ مالا، وانما ورث ايه؟ علما. فكانت ورثت العلم لمين؟ لسيدنا علي وزيدتنا فاطمه الزهراء ونسلهم لحد يوم الدين. دي القصه. الطريق مش عمومي للناس، قصد اهل البيت ومن يحبهم ومن يكون لديه الرغبة في الوصول إلى الله. علشان كده أمال ليه ربنا جعل الجنة 7 درجات؟ ليه جعلها 7 درجات؟ عشان كل درجة بتختلف عن التانية. طب في إيه؟ في الحسنات؟ لا، أمال ليه في الدرجات؟ كل مرتبة الجنات 7 يدخلها العباد بإيه؟ بدرجاتهم عند ربنا. عشان كده قال يرفع الله الذين آمنوا، الذين إيه؟ آمنوا، هذا أول حاجة. يبقى الإيمان إيه؟ درجات. تمشي لربنا إزاي؟ ما أعرف أمشي لربنا، تعرف إزاي؟ بخبير. ألاقي الخبير فين؟ عند أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كرمك ربنا عرفت الخبير، ربنا احبك عرفك الخبير، ما عرفتش الخبير من جهل غوش زمانه فقال ايه؟ قال ايه؟ جهل دينه. من جهل غوش زمانه فقال جهل دينه. فين الناس من الكلام ده ما عرفوش؟ لان دي خاصة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. العلوم دي بتاعت اهل البيت ورسوها توارثا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيدنا الامام علي بن كرم الله وجهه. ورثت عدي. عشان كده قبول طريق اجعلنا اليك سالكين قائمين رب العالمين. يا من يوصل الفاتحه. Thank you.